بسم الله الرحمن الرحيم. ده المشروع ان شاء الله اللي هنشتغل عليه، هو مشروع مشابه للي فات بالظبط. دي عبارة عن مدينة A ومدينة B وطريق في النص، وعاوز اربط المدينة A بمدينة B. اول خطوة اعملها او المفروض اعملها ان انا انقل الفايل ده من برنامج الاوتوكاد لبرنامج ايه، برنامج السي. هعمل ايه؟ اختار الشكل بتاعي واقول له كنترول سي، واجي افتح برنامج السيفل بتاعي بالشكل ده كده، وال edit باست تو اوريجينال كوردينيتس، واضغط اتنين كليك على البكرة ظهر لي بالشكل ده كده. اول خطوة مفروض اعملها ان انا اعمل سيرفيس بالشكل ده كده. ده كده عبارة عن خطوط كنترول بتاعتي. البرنامج متعرف عنها خطوط فقط، يعني انا عاوز اعرفها لسيرفيس او حاكم مناسيب الارض الطبيعية بتاعتي. يبقى اول خطوه المفروض اعملها ان انا اعمل السيرفس. قبل ما اعمل السيرفس لازم اعرف سيرفس عندي. من قائمه سيرفس بتاعتي create سيرفس، انا بس اغير النيم بتاعي، النيم اللي انت عاوزه، ولا يكون جراوند سيرفس. تمام. بعد كده انا عاوز اعمل سيرفس لخطوط الكنترول فقط، يبقى لازم اشيل اي خطوط تانية موجودة عندي في الرسم. طب فين هي خطوط الكنترول؟ اللي هي عبارة عن الخط الاصفر ده والخط الاخضر ده. هختار الخطين دول واعمل layer isolate، يخفي لي كل الخطوط بتاعة الباقي. اجي عندي هنا في قائمة اسمها tool space، افتحها. اجي عندي قائمة surface ground surface definitions كنترول، كليك يمين اد، اوكي، اختار شكل الكنترول بتاعي واضغط ايه، واضغط انتر. بس كده برضو نفس المشكله ما ظهرش. فاعمل ايه؟ اعمل حاجه اسمها لير اون، لي اون، ظهر عندي كده شكل ايه، شكل خطوط الكنترول بتاعتي بالشكل ده كده. طيب عاوز اعرف ان الشكل بتاعي تحول لخطوط، تحول لسيرفيس. اعمل ايه؟ اختار خطوط الكنترول بتاعتي واختار السيرفس بتاعي واضغط كليك يمين اوبجكت فيور. تمام. واجي هنا اغير، اجيب الايزومتريك بتاعه وليكن اي سي ايزومتريك. بص كده ده اتحول للسيرفس بتاعي بالشكل ده كده. ده كده لما نسيب الارض الطبيعيه في اجزاء طالعه او اجزاء هابطه او اجزاء نازله، وغير براحتي او الشكل اللي انا عاوزه. ده كده شكل الأرض الطبيعية بتاعت اللي أنا عاوز أعمل عليها الطريق. ده كده أول خطوة عندي. طيب الشكل ده كده أنا عاوز تاني خطوة عندي، المفروض أرسم المسار بتاعي. طب لو بصيت للشكل ده كده، هرسم المسار على الشكل ده هتكون صعبة شوية. طب عاوز أحول الخطوط دي أو السيرفس بتاعي أرجعه لنفس شكل خطوط الكونتور بتاعتي. هضغط عليها كليك يمين Edit Surface Properties، كليك يمين السيرفس بروبرتيز بتاعتي، اجي على هنا ده الديفولت ستايلز او الستايلز بتاع السيرفس بتاعي. هنا مديك حاجه اسمها كونتور باك جراوند، حاجه اسمها كونتور ديزاين. باك جراوند زي ما ظهر هنا باللون ايه، باللون الرصاصي ده، عايز احولها لنفس شكل خطوط الكونتور، خطوط الكونتور بتاعتي، خليها حاجه اسمها الديزاين. اختار هنا اوكي، تحولت ايه لشكل مثلا خطوط الكونتور بتاعتي. طيب الخطوط الكنترول بتاعتي دايما متقاربه من بعضها كده، برضو مكبره لي الرسمه او مبوظه لي الرسمه بتاعتي. عاوز اوسع خطوط الكنترول، نفس الاختيار تاني سيرفيس بروبرتيز بتاعتي، بدل ما كانت هي 2 متر و10 خليها مثلا 5 متر و25. اوكي، خطوط الكنترول بتاعتي اتوسعت بقت شكل ايه، شكل خطوط الكنترول بتاعتي في البدايه. تمام. الخطوه اللي بقى عاوز اعملها، عاوز ارسم المسار بتاعي. هرسم المسار بتاعي ازاي؟ هرسمه بأمر لاين. المفروض اسهل مسار ممكن اعمله بالشكل ده، يكون النقطة دي النقطة دي مباشرة بالشكل ده، اسهل مسار ممكن اعمله. بس مناسيب الارض الطبيعية طبعا مش هتديني السماحية لان اعمل مسار بالشكل ده. طيب فلازم اعمل مسار بتاعي على حسب مناسيب الارض الطبيعية بتاعتي، فابدأ اعمل كل جزء لوحده. اي هنا كده
واخترت مثلا الخط بتاعي من هنا كده بالشكل ده كده، ده كده اول خط. ده برضو قطع لي اقل عدد من خطوط الكونتور. طبعا المسار هيكون معاكم، انتوا هتشتغلوا عليه براحتكم بالمسار اللي انتوا هتختاروه، تمام، لغاية ايه، لغاية المنطقة دي كده. بعد كده عاوز اعمل مسار اللي يوصل من النقطة دي للنقطة دي، اقول لاين أبعد عن المنسوب اللي هو ال 420. ده كله كده في منسوب ال 400 كده، بقيت على منسوب ال 420 كده. تكاد أو تكون شكل المسار بتاعي مناسب. بعد ما خلصت المسار بتاعي ابدا برضو اعمل ايه، اعمل تشيك على الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. اول حاجه اعمل تشيك على الزاويه اللي هي تقاطع الطريق الجديد مع الطريق القائم، يعني الخط ده مع الخط ده هيديني الزاويه بتاعتي بكام، ب 64 درجه، اكبر من 60 زي ما احنا قلنا، من 60 ل 90 يبقى مسموح بيها، تمام. اعمل تشيك تاني على المسافات بين النقاط الثابته بتاعتي، مسافه من هوريزونتال كيرف بتاعي لغاية تقاطع الطريق القائم مع الطريق الجديد طلع كام، 2200 متر، أكبر من 2 كيلو يبقى هي مسموح بيها. وطبعا المسافة بتاعتي من هنا لغاية هنا طبعا تمام، والمسافة من هنا لغاية النقطة الثابتة دي هتكون أكبر من 2 كيلو، يبقى أنا كده اتشيكت على الخطين أو على المسار بتاعي. طيب بعد كده، بعد ما خلصت المسار بتاعي وشيكته عليه، المفروض اول حاجه اعملها اعمل حاجه اسمها الالاينمنت، او اعرف حاجه اسمها الالاينمنت. طبعا دلوقتي انا رسم المسار بتاعي بامر لاين، فاجي عند قائمه الالاينمنت عندي اختيارين، قال لي كرييت الاينمنت باي لي اوت ولا كرييت الاينمنت فروم بلاين. لو انا مش رسم المسار بتاعي وعاوز اعمل خط المسار بتاعي زائد خط الالاينمنت مره واحده، اختار كرييت الاينمنت فروم بلاين. طب انا دلوقتي رسم المسار بتاعي اختار ايه، قال اختار كرييت الاينمنت فروم لاي اوت. طيب قبل ما ابدا اعرف اللاي اوت بتاعي او اعرف الالاينمنت بتاعي، عندي قائمه اسمها ديزاين كرايتيريا اديتور، اختارها كده. هتفتح لي كده عباره عن مجموعه من الجداول، جداول ايه يا عم، قال لي دي جداول بتاعه القشره، اختار الالاينمنت بتاعي، اختار ايه، انا عاوز دلوقتي او المسار بتاعي فيه هوريزونتال كير، يعني فيه نص قطر المفروض اكون عارفه. طب اختاره على اساس ايه، قال لي اختاره على اساس حاجتين، السرعه بتاعتي وقيمه الاي او السوبر الافيشن بتاعتي. اقول المينيمم ريديوس تيبلز بيديني هنا ايه، قال لي في تيبل ده الاي بتاعتي ب 4% في المناطق الايربن، ده طبعا مش هستخدمه لان الطريق بتاعي خلوي، ومديني ايه ب 6% والاي ب 8% والاي ب 10% والاي ب 12% على حسب ما عندك في المشروع. هختار الجدول وليكن الاي بتاعتي كانت 6%، فتح لي التيبل بتاعي قال لو السبيد بتاعتي بكذا الريديوس بتاع المينيمم هيكون بكذا، وليكن في المشروع بتاعك الريديوس او السبيد بتاعتك كانت 110، يبقى الريديوس بتاعك المفروض ما يقلش عن كام، المفروض ما يقلش عن 560 متر. انا ممكن ازود عادي لكن ما يقلش عن 560 متر. يبقى انا عرفت ان الريديوس او اللي عند السبيد 110، هستخدم سبيد 110، الريديوس بتاعي ما يقلش عن كام، عن 560 متر. اقفل القائمه دي وارجع اعرف الالاينمنت بتاعي مره ثانيه، اقول له الاينمنت كريت الاينمنت باي لي اوت. اول حاجة عندي في القائمة ظهر لي اسم الالاينمنت، اسميه زي ما انا عاوز الروت 1. تاني حاجة قال لي نوع ليه الالاينمنت اللي انت هترسمه، هترسمه فين، قال لي ارسمه له على السنتر لاين بتاع الطريق، وارسم له على اوفست مسافة معينة من الطريق، ولا ارسم له على حافة الطريق، قال لي لا يا عم انا عاوز ارسمه على السنتر لاين بتاع الطريق، تمام. قال لي بداية نقطة الالاينمنت ده هيكون عند ستيشن 0 ولا عند ستيشن 2، لو انا عاوز اعمله عند ستيشن رقم معين بكتب الرقم بتاعي، تمام. الجنرال ده حاجات خاصه بالستايل او بشكل الالاينمنت بتاعي مش هنتكلم فيها دلوقتي. فتعال نتكلم عن حاجه اسمها ديزاين كارتيريا. فتحت الديزاين كارتيريا قال لي مديني الديزاين سبيد بتاعتي بكام، 100، دي هختارها بكام يا عم، هختارها ب 110 زي ما احنا قلنا على حسب ما عندك، تمام. بعد كده قال لي حاجه اسمها يوز كارتيريا بيز ديزاين، يعني استخدم الجداول الموجوده عندك في البرامج اللي هي الجداول بتاعت الاشتو
ولا لأ؟ لو انا هستخدم الجداول ديت هضغط على ايش، هيفتح لي عندي الجداول بتاعته المينيمم راديوس تيبل اللي هستخدم انا جدول، وليكن الاي بتاعتي كانت ب6%. تمام، الحاجات التانية دي مالكوش دعوة بيها. طب انا دلوقتي قال لي مفروض ايه، او غالبا الافضل انك ما تستخدمش الجداول وانت تديله البيانات بتاعتك بنفسك. طيب طالما هتديله البيانات بتاعتك او تكتبها انت بنفسك، شيل ايه علامة الصح دي واديله، انا مديله السبيد بتاعتي ده انا هشتغل عليها ب110، واقول له ايه، واقول له اوكي. ظهر له قائمة كده موجودة فوق كده، دي قائمة الرسم بتاعت الالايمنت اللي انا هرسم منها الالايمنت. اول خطوة دي ده خاصة برسم الالايمنت جديد، اول واحدة دي ده خاصة برسم الالايمنت جديد. باقي الخطوات دي كلها دي لو انا عندي الالايمنت موجود وانا بعمل تعديل عليه فبختار منها. طيب انا دلوقتي عاوز اعمل الالايمنت جديد، افتح اول حاجة دي، قال لي مديني عاوز تعمل الالايمنت بتاع تانجنت نو كيرفز، يعني الطريق بتاعك كله ستريت ما فيهوش كيرفز. اقول له لا يا عم. طب تاني هختار، قال لي تانجنت نو كيرفز، قال لي عاوز تعمل الطريق بتاعك عبارة عن اجزاء مستقيمة واجزاء كفات على حسب ما موجود. قال لي ايوه الاختيار بتاعي. طب قبل ما ابدا ارسم انا دلوقتي ما اديتوش البيانات بتاعتي. ايه هي البيانات؟ انا اديته السرعة بتاعتي 110 اوريدي تمام، لكن نص القطر بتاعي انا مش اديته، فاختار حاجه اسمها الكيرف اند سبايرال سيتنج. هيفتح لي القايمه دي، قال لي الكيرف الكيرفات اللي انت عاوز تعملها نوعها ايه يا عم. لو النوع بتاعي سيمبل هختار الكيرف ده فقط. طيب لو سبايرال كيرف سبايرال هختار التلاته مع بعض، سبايرال كيرف سبايرال سبايرال. ادي اول حاجه السبايرال لينس بتاعتي والسبايرال لينس بتاعتي الاخيره الاثنين متساويين، واديني نصف القطر بتاع الكيرف بتاع اللي في النص. طب انا دلوقتي قال لي انا مش هستخدم سبايرال، انا هستخدم ايه، هستخدم سيمبل كيرف، بختار الاختيار اللي في النص بقى ده فقط. طيب اديله نص القطر بتاعي كام؟ احنا قلنا نص القطر ما يقلش عن 560 متر، يزيد ماشي براحتك، ممكن تديله 600، ممكن تديله 700، ممكن تديله 560 عادي، وليكن انا هختار 600 متر. تمام، اقول له اوكي. بعد كده اقول له ارسم، عاوز ارسم تانجنت وسكيرف. هبدا منين؟ هبدا من عند السيتي مرونة لغاية ما اوصل هورزونتال كيرف، لغاية لما انتهي عندي، لما انتهي عندي المدينة تاني، واضغط اسكيب. وبصيت كده اداني الالاينمنت بتاعي بالشكل ده كده، السبيد بتاعتي ب110، الاستيشن بتاعتي بصفر بادئ من هنا. مديني استيشن كله كام؟ كله 20 متر، كل 20 متر مديني استيشن 20 40 60 وهكذا. لو جيت هنا مديني هنا نص القطر، او مديني هنا ايه الهورزونتال الاينمنت او الهورزونتال كيرف بتاعي. بدينا اول نقطه عندي اللي هي البوينت اوف كيرف، بكده البوينت اوف كيرف بتاعتي تمام، ومديني الاستيشن بتاعها، مديني نصف قطر او نص النقطه اللي في النص المنحنى بتاعي مديني الاستيشن بتاعها، ونقطه البوينت اوف تانجنت بتاعتي مديني الاستيشن بتاعها. كده انا رسمت الالاينمنت بتاعي. بعد ما عملت الالاينمنت بتاعي دلوقتي عاوز مثلا اعمل تشيك على نصف القطر بتاع الهورزونتال كيرف بتاعي، فاجي من قائمة الدايمنشن واختار كلمة الريديوس واعمل تشيك عليه على نصف القطر بتاعي، هيطلع عندي الريديوس بكام؟ 600 زي ما احنا كنا مختارين. تمام. طيب دلوقتي هنا مديني ده كده، مديني الاستيشن بتاعتي نقطة عليها أرقام ونقطة مش عليها أرقام. قال لي النقطة اللي عليها أرقام دي اسمها ميجور ستيشن، يبقى النقطة اللي عليها أرقام دي اسمها ميجور ستيشن، وبعملها كل كام؟ قال لي كل 20 بيكو. طب النقطة اللي مش عليها أرقام دي اسمها مينور ستيشن، وعملها كل كام برضو؟ كل 20 متر، من هنا من هنا 20 متر. طب قال لي دلوقتي أنا عاوز أعمل الستيشن بتاعتي كل 25، كل 30 متر، كل 40 متر، على حسب إيه ما هي مطلوبة منك. طب هتعملها إزاي؟ قال لي هختار الألاينمنت بتاعي، كليك يمين، حاجة اسمها إيديت ألاينمنت ليبلز. هيكون هنا مديني ايه، حاجه اسمها الميجور ستيشن والمينور ستيشن وحاجات تانية كده. اللي هم عندي حاجه اسمها الميجور ستيشن، مديني المسافات بتاعتها كل كام؟ كل 20 متر. ده انا عاوز اعملها كل مثلا 25 متر، واضغط اوكي. حاجه بص هنا كده مديني الميجور ستيشن بتاعها كل 25، بس في هنا غلط، انا سبت المينور ستيشن بتاعتها كل كام؟ في منتصف المسافة اللي هي كل 10 متر،
عمل لي هنا بالشكل ده كده. ارجع تاني دايت الاينمنت ليبل واقول له المين ريستيشن في منتصف المسافه يبقى كام؟ 12 ونص. كده 12 ونص متر واقول له اوكي. لو بصيت كده هتكون مدين الستيشن مين ورافه نص المسافه، والستيشن بتاعته كل كام؟ كل 25 متر. طب ايه هي برضو الاختيارات التانية؟ دلوقتي انا عاوز اعمل تعديل على الستيشن، عاوز مثلا اشيل الهورزونتال الاينمنت بتاعتي دي واضيف واحد، او عاوز اضيف واحد في مكان تاني. طب اعمل ايه؟ قال لي اقول له كليك يمين اختارها، واقول له كليك يمين حاجه اسمها اديت الاينمنت جيومتري، هتظهر لي القائمه بتاعتي اللي انا كنت رسمت بيها، قلنا اول واحده ده بترسم بيها والباقي ده كله تعديل، بعدل على الالاينمنت بتاعي. ده لو انا عاوز اعمل هورزونتال كيرف هقول له انسيرت بوينت اوف انترسكشن، لما اقول له انسيرت بوينت اوف انترسكشن هيعمل لي هورزونتال كيرف بتاعي. تمام، دي برضو بعض القوائم بتاعتي الخاصه ايه الخاصه بالتعديل بتاعي، مش مطلوبه مني دلوقتي. طب ايه تاني عندك؟ لو قلت اديت الاينمنت ستايل هيظهر لي، هيظهر لي اللاير بتاع كل نقطه موجوده عندي في الالاينمنت. ممكن اغير بقى في التخانات بتاعت الخط، اغير في لون الخط بتاعي وليكن ده اللاين، ممكن اخليه بلون انا عاوزه او لون تاني وليكن لون اصفر. اوكي بقى الالاينمنت بتاعه بكام؟ بقى لون اصفر. ايه الالاينمنت ستايل؟ عاوز اغير مثلا في الكيرف بتاعي اخليه لون وليكن لون ده واخليه اوكي. بقى عندي الالاينمنت كله لون اصفر، والهورزونتال كيرف عندي لون ايه؟ لون بالشكل ده كده. ده كله عباره عن ايه؟ الالاينمنت بتاعك والخصائص بتاعتك ممكن تغيرها براحتك، تختار بكليك شمال وتضغط عليه كليك يمين وتغير هنا دايت الاينمنت ستايل ده بشكل او في اللير بتاعتي. الالاينمنت جيومتري لو انت عاوز تضيف حاجه او تمسح حاجه من الجيومتري بتاعك او من الالاينمنت بتاعك. اديت الاينمنت ليبل ده شكل الكلام ما عندك مكتوب على الالاينمنت بتاعك، الميجر ستيشن مكتوب المينور ستيشن، والجيومتر بوينت اللي زي البوينت اوف كيرف والبوينت اوف تانجنت وهكذا، والستيشن اكويشن يعني مديك الستيشن الموجود عندك على الخط، ومديك الديزاين سبيد مكتوب عندك، والبروفايل الجيومتري زي ما احنا قلنا، والسوبر اليفيجن هتلاقيها مكتوبه برده ومكتوب عندك. تمام كده انتهينا من خطوه الالاينمنت.